شو ابرز التعليقات اللي بتسمعها ساميه عن منخاره؟ حديث عن المنخار يعني. ما اختلفنا، بسمع كثير تعليقات. هي اسم الصليب شكلها مرعب، هي بتخوف. انا ما بتاثر فيهم، بفوتوا من هون بيطلعوا من هون، بيقولوا اللي بيقولوا. هيدي حكمه ربنا، انا ما فيني اتجبر على ربنا. شو السبب اللي ادى الى يكون عندك منخار بهالميزه تحديدا؟ كان عندي كانسر، سرطان. سرطان والكانسر وصلني لهون لهالحال. هيدي حكمة ربنا، ما في انسان في فوق راسه خايمة، كل انسان معرض. لما تسمع هالتعليقات من بعض المجتمع السخيف، السخيف اللي بيقول هيك كلام لانسان، واكيد بيجرحه بالصميم لما بيسمع هيك قبل ما يوصل لمرحلة وتقبل النفس وتقبل الجسد، لما تسمع هيك كلام بتقولي لهم شو السبب هيك من خارج؟ مش ضروري يعرفوا، ما بيهمني هن شو بيفكروا او شو بيعني لهم الموضوع، بيهمني انا شو بفكر شو انا بحس. ما بتفكر تحجميهم؟ لا، ما بكترس لهم اشخاص مثلهم، ما بايد عليهم. انا هيدا شيء رباني، بس هن الوساخه فيهم، نفسيتهم بتفكيرهم. وانا بدي تحيه لنفسيتك وتحيه لجرأتك اليوم والرساله اللي عم نوصلها من خلال تقبل النفس وتقبل الجسد كيف ما كان يكون هذا جسد. تحيه لك ساميه. ساميه، اكيد المعركه مع السرطان معركه شرسه، والأول تحدي إنه واحد ينتصر على سرطان ويربح هذه المعركة، ولكن بعد الشفاء من السرطان قد تبدأ يعني بعض التفكير بعمليات ترميم للشو عمله السرطان. فكرتي بعمليات ترميم للمنخار، تجميل للمنخار؟ أنا عملت كذا عملية لمنخاري بس ما في نتيجة، وهيك هي حكمة ربنا. يعني لا بدي أتخلق أنا مثلاً، إنه أوكي ربنا خلقني هيك وهو وضع هذا الشيء فيي، كان خلقني مثل اي شخص عادي ومخور وطبيعي وما صار معي هذا البروبلم. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك، وهيدا اهم شيء. ولكن السؤال لكثير ناس، يمكن ناس عم بيعانوا من مشكله الثقه بالنفس بعد الاصابه بالسرطان، بعد قد ايه من حاله يمكن الثوره والرفض، الانسان بيرجع بيتقبل الواقع مثل ما هو. انا بتاقلم مع حالي، ما دام ثقتي قوية وعندي إيمان كثير قوي ما بتفرق معي. حضرتك مرتبطة؟ لا، كنت، كان عندي كذا شخص بحياتي. برأيك الجسد وشكل الجسد لعب دور بإنهاء العلاقات السابقة؟ أكيد، الشكل كثير له تأثير. هلا الشخص بيقول إنه الشكل ما بيعني، بهم النفسية. بما انه النفسيه موجوده الحمد لله، بس انا يمكن كان عندي شويه تراجع، حسيت انه شفقه او رحمه فيي، ما بحب انسان يشفق علي. انا بعطي للضعف قوه، مش بخلي القوه تعطيني ضعف. لما الشريك بيعيش معك لحظات مصيريه، لحظات السرطان والانتصار على السرطان، ما بيكون لشكل يجي بالمرحله الثانويه؟ لا اكيد، بالنسبه له ما عنده اي مشكله كان، بس البروبلم مني انا، حسيت انه صار حبه وشفقته علي اكثر. ليه ربطت علاقه الحب بالجسد وبشكل الجسد؟ يمكن لانه قلت ثقه شوي بنفسي، كان عندي شوية شوك وكنت كثير متضايقه ومزعوجه من حالي، كان اول كبدايه يعني. كان الجسد بيلعب دور قلتي لي بالعلاقه؟ اكيد. تنصحي مارسيل تعمل عمليه تظبط منخاره؟ هلا كل انسان عنده طبع، هي بتقتنع بحالها او مش مقتنعه بحالها. بعدين العالم تنظر مثل ما هي بدها تنظر، وهم هي يكون عندها ثقه بنفسها وما تكترس بحدا. اكيد لا. انا مع كل البروبلم الموجود عندي، انا بقشع حالي يمكن احسن من اي انسان بالعالم. كيف تقشعي حالك؟ بقشع اي حالي من الجمال. قد ايه بتاخذي سيلفي؟ اوه قديش بدك؟ بتاخذي سيلفي؟ ايه اكيد باخذ سيلفي، وباخذ اثنين اذا بدك. كم سيلفي بتاخذي؟ كيف بتاخذي؟ كيف بتاخذي السيلفي؟ فرجيني كيف بتاخذي السيلفي. خديني معي؟ تفضل، اهلا وسهلا. بس انت عم تاخذي سيلفي بتاخذيها بطريقه تخبي شيء معين؟ لا، ما بستحي بالشيء اللي عندي. يقبرني جمالك، شو بحبك. من بعدي ما في جمال، انا ايش على حالي احسن من اي انسان حلو بالعالم. كلنا اشعيلك هيك ساميه، تحيه لها لساميه. مارسيل، قولي لي السيلفي، انت كيف بتاخذي سيلفي مارسيل؟ كمان انت بتاخذي سيلفي؟ بتاخذيها بأي طريقة؟
بحس انه حالي كثير حلوه وبخدع طبيعي عالي، واحلى شيء بحس انه منخاري كثير حلو بوجهي. بتجربي تبعدي او متقربي كثير؟ لا بالعكس بقرب ليبين مزبوط. قد ايه بتقربي؟ قد ما بدك، قد ايه بدك. يمكن في ناس اذا ناس عندها ميزه بوجهها، ما بدي اقول ديفو، اذا ناس عندها ميزه بوجهها يمكن بمحل بتبعد شوي الصورة، بتقول ما بين مزبوط، بتطلع هيدا كرمال ما تبين. لا أنا بقرب ليبين مزبوط كل وجهي. وبتاخدي بروفيل؟ بدك أخد أنا وياك؟ أنا معي سيلفي؟ إذا بدك ما بعرف. بدك تقرب لأنه راح منخاري، بدي أبين منخاري أهم شيء. حلوة. شو أحلى شي بوجهي؟ منخاري. أيضاً تحية إليك وتحية لثقتك بنفسك. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن أون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شي حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.